محسن متولي نكر الخير واللي داروا فيه فريق الرجاء العالمي لسنوات عديده، وهاد السيده سيدي البارح سخن ليه الراس ونضد على الاداره ديال فريق الرجاء العالمي لجنه النزاعات. اما من ناحيه السبب علاش دعا الاداره ديال فريق الرجاء العالمي، فهو الحسن ما كيقول باللي كيتسال فريق الرجاء العالمي 430 مليون. وانا بالنسبه ليا هادشي اللي داروا محسن متولي ما كنتش كنتوقعه نهائيا، خصوصا محسن متولي كان كيتعتبر من ابناء النادي. وانا كاين بعض الناس اللي محبين لمحسن متولي غادي يقولوا لي باللي من حقه يطالب جميع المستحقات الماليه ديالو، وانا شخصيا كنتفق مع هذا الامر هذا، كنقول ما حدو كيتسال فلوس لفريق الرجاء العالمي من حقه يطالب بهم. ولكن انا شخصيا كنهضر على واحد المساله اخرى واللي كتجلب بلي هاد اللعيبه دائما كان كيعبر على الحب ديالو لفريق الرجاء العالمي، ودائما كان تيقول بلي هو وفي لهذا الفريق. وبعض الجيست اللي داروا محسن متولي ما كيبينش بلي راه وافي ولا محب لفريق الرجاء العالمي، لان كما كنعرفوا الحب راه افعال وماشي اقوال. وانا غادي نعطيكم بعض الامثله باش تفهموني. فمثلا غير في بدايه هذا الموسم هذا اللاعب ديال الفريق اللي هو روجر اهولو، فهو هاد اللاعب اصلا عمره ما كان تيعرف فريق الرجاء العالمي، ولكن هاد اللاعب هذا غير بعد ما انتقل فريق الرجاء العالمي بدا كيحب الجماهير ديالو، وهادشي خلى نهار اللي بغى يغادر فريق الرجاء العالمي في هاد الانتقالات الشتويه فهو تنازل على جميع المستحقات الماليه ديالو. اما من ناحيه اللاعب الثاني واللي حتى هو كان اجنبي اللي هو مالونغو، حتى هاد اللاعب هذا نهار اللي جا لفريق الرجاء العالمي بدا كيبغي هاد الفريق هذا والجمهور ديالو، وهادشي اللي خلى نهار اللي بغى ينتقل من فريق الرجاء العالمي تنازل على جميع المستحقات الماليه ديالو، وهادشي رجع لان هاد اللاعب هذا كان تيحب هاد الفريق هذا وفيه ليه. اما من ناحيه الثالث لاعب واللي هو ابن الفريق واللي هو بطبيعه الحال سفيان الرحيمي، فهاد السيد هذا وبعد ما انتقل من فريق الرجاء العالمي لفريق العين الاماراتي حتى هو تنازل تقريبا على 500 مليون، والسبب رجع لان هاد السيد هذا كيبغي فريق الرجاء العالمي لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف. والثلاثه ديال اللاعبين اللي ذكرتهم غير القليل من كثير ديال اللاعبين واللي عبروا على الحب ديالهم لفريق الرجاء العالمي بالافعال وليس بالاقوال. وانا غادي نرجعوا للبلان ديال محسن متولي، فكما كنعرفوا باللي محسن متولي ما كانش معروف نهائيا، وفريق الرجاء العالمي هو اللي عطاه العالميه بكل المقاييس، وزاد عاوتاني كربح اموال طائله من هذا الفريق، وخصوصا في كاس العالم للانديه ولا في المواسم العديده اللي قضاهم رفقه النادي. وبلا ما نهضروا باللي بواسطه فريق الرجاء العالمي هذا اللاعب هذا كان كيتخلص زباب ديال الفلوس من اللي انتقل للدوري القطري، وباش غتجهزي هذا الفريق هذا في الاخير هو ترجع وتلعب معاهم موسم واحد ومراه ملي تنتقم للفريق ترجع نيشان وتدعيهم على 430 مليون، بينما كنشوفوا لاعب اجانب واللي ما عندهم حتى شي علاقه بفريق الرجاء العالمي فهم تنازلوا حبا للفريق وباش يعبروا على الحب ديالهم. اما هادشي اللي داروا محسن متولي بين باللي الحب ديال الفريق الرجاء العالمي فقط اقوال وليس افعال، وهذه بطبيعه الحال ماشي واحد الحاجه اللي مزيانه. المقول المثالي فيديو بطلكم مطارات وعطوني الراي ديالكم في هادشي اللي داروا محسن متولي، ويلا تيكل معكم حفيظ وتهلا.